وضع المرأة يجب أن نقيم وضع المرأة بشكل عام بالنسبة لي على كامل المساحات الجغرافية السورية، كيف كانت المرأة مهمشة وكانت بعيدة جدا عن ممارسة العمل السياسي، ويقتصر عملها السياسي في بعض التنظيمات النسوية الشكلية كالاتحاد النسائي السوري، ولم يتجاوز عدد النساء البرلمانيات نسبة 12% حتى اليوم الحالي في سوريا، وهذا يعني كيف أن المرأة بعيدة جدا عن التمثيل الحقيقي ولعب دور مفصلي في رسم السياسة السورية. خلال سنوات الأزمة لم تكن المرأة السورية بشكل عام وعلى رأسها المرأة الكردية بعيدة عن ساحات النضال، لقد كانت منذ البداية ومنذ انطلاق شرارة الحراك الشعبي أو ثورة الكرامة التي تحولت فيما بعد إلى أزمة سورية خانقة، كانت المرأة على رأس المنادين بهذه المطالب، مطالب الحقوق، مطالب الحرية، الكرامة، وكل هذه الأمور كانت المرأة سباقة فيها. استطاعت المرأة وبريادة من المرأة الكردية خلال سنوات الأزمة من أن تتبوأ أو تشكل تنظيماتها الخاصة بها، تنظيماتها وبداية كانت التشكيلات العسكرية ومن ثم التشكيلات الاجتماعية والتنظيمات المجتمع المدني وأيضا السياسية. ومن هنا نجد أنه كيفية الفرق بين المرأة في شمال وشرق سوريا، إن كانت المرأة الكردية بداية ومن ثم كل النساء السورية في مناطق شمال من جميع من مختلف المكونات التي انضمت إلى هذه المسيرة، استطاعت أن تحقق مكاسب عديدة وأن تخطو خطوات جيدة في موضوع التووؤ المناصب الإدارية، وجودها في الأحزاب السياسية، قدرتها على الرئاسة المشتركة، كسر حاجز 30% الكوتا العالمية التي نادت بها العهود والمواثيق الدولية فيما يخص حقوق المرأة. اليوم المرأة هنا تشكل 50% من القرار الإداري والسياسي والاقتصادي وكل القرارات بشكل عام، بينما ماذا يحدث الآن في القسم الآخر في سوريا؟ هناك لجنة دستورية تحاول صياغة ورسم السياسة السورية أو خطة، وضع دستور سوري. هنا المرأة تقريبا مغيبة ولم تتخطى حاجز 28%، وبالإضافة إلى تهميش وإقصاء مناطق شمال وشرق سوريا والنساء بشكل خاص من هذه المناطق من تمثيل نفسهن في الدستور السوري القادم، فنلاحظ الفرق بين هذين الطرفين فيما يخص سوريا وفيما يخص المعارضة وما يخص في مناطق شمال وشرق سوريا. أن ثورة المرأة بدأت في من المكون الكردي الذي استطاع أن ينظم نفسه واستطاع أن يمد جسور الارتباط والتواصل مع المكونات الأخرى، وأصبحت المرأة الكردية ملهمة لجميع المكونات. واليوم نرى أن الثورة على المرأة وتنظيماتها تجاوزت المنطقة المحلية وتخطت إلى شمال وشرق سوريا، بل وتخطت الآن حتى إلى كل سوريا. نصب ونطمح إلى أن تصبح ثورة المرأة ثورة عامة. اليوم عندما نجد أن هناك شهيدات من الأمميات بين صفوف الثورة السورية الكردية أو ثورة روجاوا وثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، نطمح أن تصبح أن نستطيع أن نشكل أو أن نخلق جبهة نسوية عالمية بداية سورية. إذا استطعنا، نجحنا في خلق هذه الجبهة على مستوى شمال وشرق سوريا، نأمل أن نستطيع أن نخلقها على مستوى سوريا، وهناك تواصلات وطموح وعمل دؤوب لجعلها ثورة عالمية. واليوم نضال المرأة هنا ما هو إلا خطوة تدعم مسيرة النضال النسوي العالمي. طبعا هذا الملتقى اليوم له صدى كبير، كما ثورتنا اليوم 10 سنوات له صدى كبير على مستوى عالمي، نقدر نقول بالشرق الأوسط وفي العالم كمان، لأنه له مكتسبات اليوم عم نشوفها على أرض الواقع من تنظيماتها اللي اليوم موجودة ضمن سوريا أو شمال وشرق سوريا و في الشرق الأوسط أيضا، وكمان بمستوى عالمي. هاي المكتسبات اليوم عم نشوفها، تواصلنا مع جميع نساء العالم، هذا كمان دليل أنه نحن اليوم ثورتنا ثورة تقدر توصل صوتها وصداها لجميع نساء العالم كمان.
فهذا الشيء هاي المكتسبات اليوم نحن عم نعيشها او نحن اليوم عم نشتغل على هذا الاساس اللي هي اساسنا اللي بنقول نحن انه هدفنا الاساسي هي الحريه، حريه المراه، حريه المجتمع والوصول الى الديمقراطيه، الوصول لحياه مشتركه حره ضمن المجتمع. فهي المكتسبات اليوم نحن موجوده واليوم نحن عم اليوم عم نقيمها لهي المكتسبات، فهي بتكون عرضه للهجمات، بتكون عرضه لجميع اشكال الاشكال اللي الاحتلال او الدول اللي المهيمنه اللي اليوم عم تفرض حالها على هي الثوره. اكيد بتحاول كثير انه توقع هي الثوره او توصلها لمرحله من لمرحله انه هي ما بقى تستمر لعدم استمراريتها. فالهجمات الايديولوجيه هي واحده من الاسباب اللي ما عم بتخلي يعني تعطي صدى اكبر من هيك، او نحن نعمل الشيء اللي الهدف اللي نحن بدنا اياه. الهجمات الاقتصاديه كمان مثل ما عم نشوف، فالدول المحتله او الدول الفاشيه اللي اليوم عم تشتغل بشكل موسع على ثوره المراه هي اللي عم بتادي انه هي الثوره اليوم ما توصل لهدف ممكن لجميع العالم. نحن بثورة رجأبة يعني اليوم أكيد حققنا النجاح اللي نحن بدنا اياه، لكن على مستوى آخر لسه في قدامنا عوائق، لسه في قدامنا كتير أسباب عم بتخلينا اليوم نوقف بمكان ما نقدر نتطور أو ما نقدر نوصل صوتنا لأماكن تانية.